النهارده انا راجع لكم بفيديو هنتكلم فيه عن اكتر حاجات انا عن نفسي ما بحبهاش او بمعنى اصح بكرهها في ايرلندا، لان الحاجات دي بصراحه ربنا عامله لي انا ازمه، ومش عامله لي انا بس، عامله ناس كتير جدا ازمه. والحاجات دي النهارده هنتكلم عن نقطه نقطه بالتفصيل، وهقول رايي الشخصي في كل نقطه فيهم. بس طبعا قبل ما ندخل في التفاصيل بتاعه الفيديو، يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. وكمان هسيب لكم اللينك بتاع السوشيال ميديا بتاعتي تحت في الديسكربشن بوكس، لو عندك اي استفسار بخصوص اي حاجه يا ريت تواصلوا معايا، وان شاء الله هحاول ارجع لكم في اسرع وقت. ويلا بينا ندخل في التفاصيل. انا بتجيلي اسئله كتيره جدا الفتره اللي فاتت عن ايرلندا، ناس بتتكلم في خصوص اللجوء وناس بتتكلم في خصوص المعيشه. الموضوع كله بس يا جدعان ان اي حد فيكم قبل ما يفكر ان هو يجي ايرلندا لازم تفكر وتحط قدامك كذا حاجه. يعني الحياه في ايرلندا مش جنه، يعني ايرلندا دي مش جنه هتسيب البلد اللي انت فيها وتيجي هنا تعيش هنا فكل حاجه هتبقى جميله وكل حاجه هتمشي معاك تمام، لكن كل مكان في حاجات كويسه وفي حاجات وحشه. ففي حاجات ظهرت الكام سنه اللي فاتوا خلوا الواحد برضو يعيد تفكيره، هل ايرلندا دي المكان فعلا المظبوط ليا انا مثلا كفرعون وزوجتي واولادي في المستقبل، ولا ممكن ان انا اغير واروح مكان تاني هيبقى افضل من كده؟ وهل لو انا استنيت هنا في ايرلندا وعشت وكملت هل هقدر اعمل حاجه للمستقبل وهقدر اعمل حاجه لاولادي ولا لا؟ فطبعا اسئله كتيره جدا بتدور في دماغي، وبحاول ان انا الاقي اجابه لاسئلتي. فلما قعدت افكر حطيت كده صباعي على كام نقطه حسيت ان هم بصراحه هي نقط مهمه، وفي نفس الوقت برضو حسسوني ان الموضوع مش سهل ان انا ممكن اكمل هنا مع زوجتي واولادي في المستقبل. لما نيجي نتكلم ونقارن عن هنا ودولنا العربيه مفيش مقارنه، بس طبعا ليه ان انا اقارن دايما بالمكان اللي هو اوحش من هنا؟ ليه ما اشوفش مكان افضل من هنا؟ ودايما الواحد بيبص على حاجات، يعني دايما انت لما بتروح تدور على مدينه جديده او بلد جديده تعيش فيها بتبص بقى هل في فرص عمل كفايه ولا لا، ولو في فرص عمل الراتب نفسه اللي انا هاخده هناك هيكفي ان انا ادفع مصاريفي واقدر ان انا اعيش وممكن ادخر جزء منه كيعني حاجه لو حبيت اشتري حاجه او اسافر او اعمل اي حاجه بخصوص الفلوس اللي على جنب دي، ولا الموضوع هيبقى زي اللي داخل زي اللي خارج وخلاص على كده؟ بصوا بقى، انا دلوقتي خدت كده كام نقطه كده هنتكلم فيهم مع بعض النهارده بخصوص الموضوع ده، علشان انا بصراحه النقط دي فعلا حاسس ان هي الموضوع صعب. ولو حد فيكم عايش في ايرلندا وموافقني على الكلام ده يا ريت تعرفني في الكومنتات، ولو حد مش عايش في ايرلندا وعايش في دوله ثانيه من الدول الثانيه اللي في اوروبا او غير اوروبا برضه يا ريت يمنشن يعني ويتكلم او يعرفنا اذا كان الموضوع او الوضع في نفس البلد اللي هو عايش فيها زي ايرلندا ولا لا، علشان يبقى عندنا رؤيه افضل للصوره ككل في ايرلندا وبره. فالنهارده هتكلم زي ما قلت عن حاجات انا بصراحه حاسس ان هي الحاجات دي صعبه ومش حلوه خالص في ايرلندا. واول حاجه هتكلم فيها النهارده وهي الضريبه. الضريبه في ايرلندا لما تيجي تتكلم عن ضرائب الشركات، ضرائب الشركات رخيصه، لكن لما تيجي تتكلم عن ضرائب الافراد او ضريبه الافراد الموضوع بصراحه مش افضل حاجه. ممكن في دول تانية بتدفع في ضرائب اكتر من كده، بس اكيد الراتب هيكون اعلى من اللي هتاخده هنا. لكن لما تيجي تتكلم عن ايرلندا ان بدايه او يعني المتوسط اللي اي حد مثلا بياخد راتب قليل بيدفع 8% ضريبه، وبتفضل تعلى 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 لحد ما حضرتك مثلا على سبيل المثال لو بتعمل 100,000 يورو في السنه فحضرتك بتدفع من ال 100,000 يورو 40,000 يورو ضريبه في السنه. وفي نفس الوقت من ال 40,000 اللي بتدفعهم دول حضرتك هنا النظام الصحي مش مجاني، يعني بتدفع لو دخلت عياده خارجيه او طوارئ او اي حاجه من الحاجات دي بتدفع لو مش معاك الميديكال كارد. بيتصرف على طرق وحاجات كده، بس برضه لما تيجي تتكلم وتبص على دول ثانيه، في دول ثانيه بتعمل الكلام ده كله وعندها مجانيه كمان النظام الصحي، لكن ما بتاخدش المبلغ ده كله. فدي حاجه انا بشوفها بصراحه ربنا عيب في ايرلندا، من العيوب اللي انا ما بحبهاش هي ان ضريبه الافراد اعلى من ضريبه الشركات. يعني شركه زي جوجل ولا مايكروسوفت ولا فيسبوك بتدفع 12.5 او 12% في السنه، في عز ما انت لو الراتب بتاعك عالي هتدفع 15 وهتدفع 20 وهتدفع 40% في السنه. فدي حاجه انا ما بحبهاش في ايرلندا. رقم اتنين معانا، كان في ناس بتسالني برضو بخصوص ان انا لو عايز اعمل بيزنس في ايرلندا هل الموضوع صعب ولا سهل؟ بص بصراحه الموضوع مش سهل، يعني علشان حضرتك تفتح بيزنس او تعمل بيزنس في ايرلندا الموضوع مش سهل جدا، وبتدخل في سكك وخطوات كتير جدا عشان تعمل مشروع. وطبعا بعد ما بتفتح المشروع انت عندك بقى حاجات كتير جدا بتدفع لها فلوس كل سنه، زائد ضريبه الموظفين اللي عندك، زائد ضريبه المكان، زائد زائد زائد، بتبص تلاقي نفسك في الاخر انت ستريس، يعني في ستريس ولود عليك جامد، وفي الاخر ما بتعملش الفلوس اللي هي، يعني الموضوع هو دي مشكله يا جدعان. ان انا اعرف ناس كتير جدا كان عندها بيزنس وفي الاخر يعني اتضح لهم ان هو لا، انا لو انا بشتغل في مكان
هعمل فلوس اكتر من انا اكون شغال في بيزنس بتاعي. فهو النقطة في كده، في مشاريع من المشاريع بتنجح، وفي مشاريع تانية بيبقى الموضوع صعب ان انت يعني تنجح النجاح اللي يخليك تعمل فلوس كتير جدا في فترة قليلة. فان انت تعمل بيزنس في ايرلندا الموضوع مش سهل خالص، الموضوع بالعكس صعب، انا بشوفه صعب جدا. وتالت حاجة معانا وهي التربية. يعني احنا في عاداتنا وتقاليدنا كعرب وكمان مسلمين الموضوع عندنا بيبقى مختلف شوية عن الغرب، الناس ليها ثقافة واحنا اتربينا على ثقافة تانية مختلفة خالص. فعلشان حضرتك تيجي هنا وتتجوز يبقى عندك اطفال، فلو انت وزوجتك عرب من دولة عربية يعني، فدي حاجة هتحس ان الموضوع صعب شوية في حتة ان انت عيالك يتربوا التربية اللي انت تربيتها وانا تربيتها. لان هنا الاطفال بصراحة في اماكن يعني والله العظيم تحس الشباب بالذات كمان اللي هم تينيجرز اللي هم الشباب في سن المراهقة دول، من ساعة كده تلاقي الشاب مثلا 15-16 سنة وممكن كمان اصغر، وتلاقيهم كده جروبز كبيرة جدا بيعملوا مشاكل كتير جدا ويغلسوا على رايح واللي جاي، وبالذات في دبلن. يعني دبلن دي بالذات في اماكن فيها اقسم بالله ما تأمنش حتى ان انت تمشي فيها، انت كراجل ما تأمنش انت تمشي فيها. فالموضوع صعب، والاهالي تحس ان هم ما لهمش كنترول على الاطفال. زائد طبعا هنا الموضوع مش سيء كسويد وبيسحبوا الاطفال وحاجات كده. هم في حالات بيبقى فيها سحب اطفال، بس دي طبعا بتبقى حالات قليلة وفي حاجات يعني مش كتيرة ما بتحصلش كتير. بس ان انت مثلا برضو اطفالك يروحوا مدرسة ويتعلموا ويشوفوا ثقافات ناس تانية، يبقى عندهم فضول ان هم مثلا يتعرفوا على الناس دي او يقلدوا ثقافة الناس دي. فشوية شوية اطفالك لما يكبروا هتبص تلاقيهم هيبقى صعب ان انت تعمل عليهم كنترول زي مثلا ما كان ما بيحصل معانا احنا في مصر من اهالينا. دي نقطة انا برضو ما بحبهاش، لان كمان برضو بص يعني في نقطة انا دايما بشوفها، انك مهما عشت هنا في ايرلندا ممكن تقعد عمرك كله في ايرلندا وتجيب اولاد ولادك يكبروا وكل حاجة، بس برضو هتفضل الناس بصالك ان انت غريب، انت مش من البلد. يعني انت راجل حد جينا غريب وقاعد في البلد هنا غريب، فانت مش من البلد، هتفضل بس عشان شكلك. يعني حتى لو انت يعني بتتكلم انجليزي كويس جدا وبتعايش عاداتهم وتقاليدهم وكل حاجة، بس برضو شكلك هيخليك دايما بالنسبة لهم ان انت غريب. حاجة اللي بعد كده بقى وهي الحياة. الحياة في ايرلندا بصراحة ربنا يمكن لما كل السجاجة جديد البلد والموضوع غريب بالنسبة لك بقى والجو برد ومطر وحاجات كده، احنا ما شوفش الكلام ده كله في الوطن العربي عندنا الا يعني في اوقات معينة في الشتاء. لكن هنا في ايرلندا الموضوع بيبقى على طول وبيبقى الموضوع اوفر شوية، فبتحس ان انت خلاص انت في ملل. يعني الموضوع ملل حرفيا الاول، وده اللي مخلي ايرلندا من ضمن يعني الدول اللي فيها اكبر نسبة انتحار على مستوى اوروبا كلها، وده لان فعلا البلد ملل. ولو حد منكم سافر استراليا قبل كده او حتى كندا او امريكا هتلاقي ناس ايرلنديين كتير جدا عايشين في الدول دي، وده لان ايرلندا جوها وحش جدا. وزي ما قلت قبل كده في فيديو بتاع الافضل والاسوأ، ايرلندا ما فيهاش غير حياه ليليه، والحياه الليليه هنا يا اما تكون بتشرب فتروح مثلا بار او باب او نايت كلاب، او حضرتك تكون مثلا ليك في القمار وتروح بقى تلعب قمار في كازينو ولا حاجه. فكلها حاجات مش كويسه. البلد فيها مناظر طبيعيه جميله وكل حاجه، بس الجو مش مساعد. يعني تيجي مثلا وانت خارج ما تبقاش عارف والله الدنيا حر بره بس بتمطر، طب البس ايه؟ يعني البس اخد معايا شمسيه ولا البس حاجه خفيفه شويه عشان الدنيا حر، ولا البس جاكيت عشان المطر، ولا اعمل ايه؟ انا مش عارف. وبعد كده حتى انك تفكر في ابسط حاجه ان انت تطلع تتمشى شويه في الشارع هتغرق ميه. فالجو هنا والبلد انا بحسها ان هي ممله جدا جدا جدا، بالذات يعني لو حد عايش هنا في البلد ليه كذا سنه. الحاجه اللي بعد كده بقى وهي انك لو بتخلص ورق او يعني بتعمل مثلا بتقدم على جواز سفر او حاجه زي كده في مكتب المكاتب الحكوميه هنا، الموضوع بياخد وقت طويل جدا. يعني حتى لو حضرتك بتقدم مثلا على اعانه الموضوع بياخد وقت، حضرتك بتقدم مثلا على سكن اجتماعي الموضوع بياخد شهور، حضرتك بتقدم على اي حاجه تخص مكتب حكومي الموضوع هنا بيطول كتير جدا. وحاجه يعني اخر خنقه تحاول تكلمهم ما تعرفش توصل لحد، يوم ما توصل لحد يقول لك والله اصلا انا ببص على سيستم من عندي فانا مش عارف اعمل لك حاجه، كل اللي هقدر اعمله ان اسيب نوت، اسيب مثلا رساله ولا حاجه على الابلكيشن بتاعك او الورق بتاعك فيبصوا عليه. انا نفسي مريت بالكلام ده، خلص ورق اقسم بالله العظيم قدمت على الورق ده من شهر 7 السنه اللي فاتت، الورق اتوافق عليه في شهر 4 السنه دي. لو انت متخيل الموضوع عامل ازاي، يعني ايرلندا وايرلندا كل اللي عايشين فيهم على بعض مثلا ما يخرج من 6 مليون نسمه او 6 مليون ونص مثلا. فتخيل بقى لو بلد مثلا زي مصر فيها مثلا 103 ولا 104 ولا 110 مليون. فلا الموضوع هنا وحش جدا في المكاتب الحكوميه وبتطول كتير جدا، وحاليا في ازمه في جوازات السفر الايرلنديه، وفي ناس صحابي مقدمين على جوازات سفر وكان ليهم ميعاد ان الجواز يجي فيه ولحد دلوقتي ما جاش، متاخر لاسبوعين ثلاثه والاوراق وحاجات كده كتيره.
فالاوراق والمكاتب الحكوميه بتاخد وقت طويل جدا ودي حاجه مش لطيفه. الحاجه اللي بعد كده بقى وهي السكن. في ناس كتير جدا بتكلمني وكانت بتوصل معايا ان انا يعني لو اعرف سكن او في سكن قدامي اقول لهم. اقسم بالله العظيم انا لحد صاحبي القريب مني بيدور على سكن ليه شهور ومش لاقي سكن، فاللي هو يعني ما فيش. كمان اللي زود الازمه اكتر هي طبعا بعد الازمه الاوكرانيه، في ناس كتير جدا من اوكرانيا جت على ايرلندا، فكان في مثلا اماكن بتتاجر دلوقتي الحكومه راحت اشترت بيوت كتير جدا من البيوت اللي كانت مقفوله او البيوت اللي معروضه للبيع اشترتها وودتها للاوكرانيين يعيشوا فيها في الفتره اللي هم هيقيموا فيها هنا. زائد طبعا كمان من كتر ما الموضوع فيه ازمه الحكومه طلبت من الناس ان لو اي حد عنده غرفه في البيت يا ريت تاجروها او حد من الناس اللي جايين من اوكرانيا يعيشوا فيها، وهندفع لكم 400 يورو كل شهر. فالموضوع ازمه ومش في كلدير بس ولا دبلن بس، لا الموضوع ازمه في ايرلندا ككل. فالموضوع سكن صعب جدا، ولو حضرتك مقيم في سكن في ايرلندا حاليا ما تسيبهوش، عشان لو سبته هتتعب ان يعني انت تلاقي سكن تاني. الحاجه اللي بعد كده بقى وهي حاجه تخصكم انتوا وتخص يعني الناس اللي بتفكر ان هي تيجي تعمل لجوء. اجراءات اللجوء في ايرلندا يمكن من الأسوأ، لان هي بتطول كتير جدا جدا جدا، وده كمان من قبل الازمه الاوكرانيه. في ناس يعني هو مكتوب على الويب سايت انه بياخد 6 شهور، بس في الحقيقه بياخد اكتر من كده بكتير جدا، بياخد ممكن يعني يوصل له سنه سنتين، وبتفضل حضرتك مستني حياتك واقفه مش عارف تعمل اي حاجه. في ناس كلمتني انا شخصيا وقالت لي ان في ناس صحابهم قدموا في دول تانية في نفس الوقت الناس اللي قدمت فيه هنا كان صحابهم او ناس معارفهم قدموا في دول تانية وخدوا اقاماتهم وخدوا سكن وعايشين حياتهم دلوقتي طبيعي، والناس اللي هنا لسه ما عملوش اي حاجه. انت ممكن بعد 6 شهور بتبدا تشتغل وكل حاجه، بس برضو الموضوع هو انت ماشي انا دلوقتي اشتغلت، هل بقى هيتوافق ولا مش هيتوافق؟ انت برضو بتشتغل بس برضو انت في دماغك في ستريس، انا مش عارف ممكن ورقي يترفض، فالشغل اللي انا جالي ده هعمل فيه ايه؟ طب انا دلوقتي خلاص بدات اتعايش حياتي بشكل طبيعي، اشتريت مثلا عربيه مثلا على سبيل المثال، اشتريت عربيه واجرت شقه ولا حاجه، وجا بعد كده طب ورقك اترفض ومش هينفع وبتاع وحاجات كده، فاللي هو طب ليه كل ده؟ قبل ما تفكر انت تيجي تعمل لجوء في ايرلندا فكر في الموضوع ده كويس جدا، ان الموضوع صعب مش سهل. طب الحاجه اللي بعد كده بقى، لو فكرت حضرتك ان انت مثلا تشتري عربيه في ايرلندا، هنا في كذا حاجه. يعني احنا مثلا في مصر انا اعرف ان في مصر في فحص تعمل العربيه، الفحص ده عشان نشوف بس العربيه لو فيها اي عيوب حاجات كده، فيها فحص بتعمل يعني في العربيات وده حاجه طبيعيه. زائد ان يعني في دول مثلا زي الامارات بتعمل تامين على العربيه، بتعمل انشورنس على العربيه بتاعتك، بس طبعا في حاله الانشورنس المفروض انك لما العربيه تخبط او تحصل حادثه، شغل الانشورنس او وظيفه الانشورنس ده ان هو بيصلح العربيه بتاعتك ويرجعها لك زي ما كانت عشان انت تدفع تامين. هنا ده اللي بيحصل وكل حاجه، بس طبعا تحط بقى على ده إيه ان انت لو لا قدر الله عملت حادثه او خبطت حد او حتى العربيه عملت منك مثلا زحلقت ولا حاجه خرجت عن الطريق حاجه اتكسرت عايزه تتصلح وعملت كليم رحت عن عملت طلب ان انت يصلحوا لك العربيه، هنا بقى في الحاله دي اذا كنت بتدفع مثلا تامين في السنه الواحده 2000 يورو، فبعد الكليم اللي انت عملته او بعد ما عملت يعني خليت شركه التامين تصلح لك العربيه، هنا ال 2000 دول ممكن يبقوا 3 او 4. دي المشكله هنا في ايرلندا، تحس ان الموضوع تحس ان هو سرقه، ما تحسوش ان هو ده شغل عادي، لا ده سرقه. انا بسوق العربيه بتاعتي ليا سنين والحمد لله عمري عملت حادثه خبطت حد ولا اي حاجه، ودي طبعا اسوء حاجه في الحوادث، وبدفع التامين. فكل سنه لما بتيجي تدفع تامين بيعملوا لك حاجه اسمها نو كليم بونص، يعني انت بتاخد بونص بتاخد عليه خصم، لان انت مثلا السنه دي بتاعت التامين ما عملتش اي كليم، ما طلبتش من الشركه ان تصلح لك اي حاجه وما عملتش حوادث. فالتامين المفروض النو كليم بونص ده او يعني البونص اللي بتاخده الديسكاونت ده بيعمل لك خصم من القيمه الكليه بتاعت التامين، فمثلا بدل ما بتدفع 3000 او 4000 بتدفع مثلا 2000 او 1000 ونص. بس لو جيت عملت كليم في اي لحظه، يعني لو عملت شركه تامين تصلح لك اي حاجه في اي لحظه او عملت حادثه في اي لحظه، كل ده بيروح وبترجع تعيد الموضوع من الاول. وطبعا عشان تعمل حادثه اقسم بالله العظيم ممكن تامينك يوصل ل 4 او 5000 يورو في السنه الواحده، ده طبعا ده تامين بس، غير ان هنا الفحص اسمه ان سي تي ده بيتعمل كل سنه على العربيات اللي هي عمرها اكبر من 10 سنين، والعربيات اللي عمرها اقل بتعمل كل سنتين او كل 3 سنين على حسب حاله العربيه. زائد كمان ان في حاجه اسمها روت تاكس ضريبه الطريق، دي حاجه كمان فلوس زياده بتدفع والمبلغ بيتحدد حسب حجم الموتور بتاع العربيه. فتبص تلاقي نفسك انك لو عندك عربيه انت كان عندك طفل زياده عايش معاك في البيت او شخص عايش معاك في البيت بتصرف عليه، بتصرف عليه تامين، بتصرف عليه بنزين، بتصرف عليه ضريبه الطريق، بتصرف عليه في الان سي تي قبل ما تروح الفحص، وزائد كمان لو حاجه باظت في العربيه ولا اي حاجه بتصلحها، كل ده علشان بس يبقى عندك عربيه تروح وتيجي بيها الشغل. فعلشان تملك عربيه في ايرلندا الموضوع صعب جدا، ناس كتير جدا بتشتكي من الموضوع ده، هي غلو اسعار التامين في ايرلندا، وبالذات كمان لو حد لسه مثلا سائق جديد انت يعني معاك ربنا وربنا يعينك،
فدي حاجه برضو من الحاجات اللي انا ما بحبهاش في ايرلندا. الحاجه بقى اللي بعد كده وهي غلو الاسعار. ايرلندا في الطبيعي احنا عندنا هنا المينيمم ويج 10 يورو و50 سنت من بدايه السنه دي، وطبعا لما تيجي تتكلم على 10 يورو و50 سنت مقارنه بالاسعار مفيش اي بالانس خالص، يعني حضرتك هتاخد المبلغ ده هتدفع اكتر من نصه ايجار، زائد بقى عندك فاتوره الانترنت طبعا اقل حاجه 45 مثلا يورو 50 يورو اقل حاجه، زائد بقى الكهرباء 70 80 90 يورو في الشهر، زائد مثلا القمامه زائد 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 فاتوره التليفون زائد. هتبص لنفسك والله العظيم مفيش، يعني لو فاضل لك فلوس ان انت تجيب اكل وشرب يبقى كويس وتحمد ربنا الحمد لله. وطبعا انا بتكلم عن الناس اللي هي دخلها متوسط، لان دخله عالي ده ناس مش كتير، بس انا بتكلم عن الناس اللي زيي وزي غيري دخلهم متوسط، الموضوع صعب جدا في الاسعار سواء في اكل سواء في شرب، والموضوع كمان زاد اكتر من بعد الحرب الاوكرانيه اللي حصلت الفتره اللي فاتت، وروسيا طبعا كلنا شايفين اللي بيحصل. فغلو الاسعار هنا في ايرلندا الموضوع بقى فظيع خالص، فدي برضو مشكله من المشاكل اللي بتواجه الناس اللي عايشه هنا في ايرلندا. والناس اللي عايشه هنا في ايرلندا وسامعيني او شايفيني دلوقتي يا ريت تسيبوا لي كومنت وتقولوا لي يعني اذا كان كلامي غلط ولا صح علشان غيرنا يستفيد. واخر حاجه معايا النهارده وهي التعليم الجامعي، يعني لو حد بيفكر ان هو مثلا يجي يعيش هنا وعنده اولاد، فلما اولادك ان شاء الله كده يكبروا، التعليم الجامعي هنا غالي جدا جدا جدا، ساعات بتاخد طبعا بتاخد خصم او يعني اعانه من الحكومه، بس لو حضرتك موظف وعندك دخلك يعتبر كويس من الدخل اللي هم بيحددوه، مثلا بيبقى فيه ليميت مثلا يقول لك لو دخلك من المبلغ ده الاعلى فمش هينفع ان انت تقدم مثلا على دعم حكومي، او لو من ده لاقل ممكن تقدم على دعم حكومي، بس في كلا الحالتين الموضوع مكلف جدا، وده لو حد عنده مثلا 3 4 اطفال وكلهم سنهم متقارب من بعض، حضرتك كان الموضوع صعب جدا، لان حتى الناس اللي بتيجي تقدم على كورسات عشان تيجي ايرلندا تدرس كورس الانجليزي هتلاقي الكورس الواحد ما بين 2500 ل 4000 يورو مثلا او 3500 يورو، ودي ارخص حاجه. بس هنا في ايرلندا حتى الناس اللي هم الناس الايرش اللي هم عايشين هنا مواطنين من زمان الزمان، الموضوع غالي جدا غالي جدا، لدرجه ان الطلبه بيجوا بعد ثانوي او من قبل كمان ثالثه ثانوي بيبداوا يشتغلوا عشان يشيلوا فلوس عشان يعرفوا يدفعوا مصاريف كليتهم، فالموضوع غالي ومكلف جدا جدا جدا. فطبعا الناس اللي عندها اطفال وبتخطط ان هي تيجي ايرلندا خدوا بالكم من الحته دي كويس. انا مش هطول عليكم اكتر من كده، بس انا حبيت اوضح الحاجات دي كلها لان فعلا والله العظيم يا جدعان في ناس بتتكلم معايا وحط امل على ايرلندا دي ان دي جنه، يعني جنه الله على الارض، لكن لا الموضوع مش لطيف زي ما الناس فاكره. في حاجات كويسه بس بتبقى حاجات كويسه لما تيجي تفكر في بلادنا احنا في الوطن العربي، اقول لك ماشي هنا احسن من هناك، بس ليه دايما انا افكر في هناك؟ ما انا ممكن افكر في حاجه احسن من هنا او ايه احسن من ايرلندا. فده حاجه من الحاجات اللي مخلياني انا حتى كفرعون، شوف انا ليه هنا سنين عايش، بس يعني بدات اوصل لمرحله ان انا لا خلاص انا مش عارف ان انا اقعد هنا اكتر من كده. بس انا ما بشوفش بصراحه ربنا ان دي حياه او ده شكل الحياه اللي المفروض واحد يعيشها. انت حياتك عيشها زي ما انت عايز واعمل الحاجه اللي هتريحك. الفلوس النهارده في فلوس وفي راتب كويس، بس مفيش سعاده وفي ملل وفي خنق. ممكن في نفس الوقت تروح دوله تانية الراتب فيها اقل بس هتلاقي مثلا في حياه، في حاجه ممكن تعملها تخليك حاسس انك عايش حياتك بشكل افضل شويه. الفلوس يا جدعان مش هي الحاجه الوحيده اللي الواحد يركز فيها لما بيكون بتفكر ان انت تسافر اي دوله تانية، لا ركز في الحياه نفسها هتبقى عامله ازاي، علشان ده اللي هيخليك تقدر تكمل في حياتك الطريق اللي انت عايز تكمل فيه. بس وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، ويا رب الفيديو يعجبكم، ولو الفيديو عجبكم يا ريت تسيبوا لايك وتدعموني، وان شاء الله باذن الله هرجع لكم الفتره الجايه بفيديوهات اكتر. انا عارف ان انا والله مقصر ليا فتره، بس والله العظيم حياه ومشاغل الحياه، بحاول بقدر الامكان ان انا كل ما يكون عندي فرصه ان انا اسجل او اعمل حاجه بسجلها وبرفعها على طول. بس معلش استحملوني، وان شاء الله باذن الله هنركز على حاجات تانية اكتر الفتره اللي جايه، واشوفكم على خير. السلام عليكم.